وبما اننا طبعا في شهر مارس وهو شهر الاحتفال بالمراه، ومعانا النهارده كمان الاديبه الكبيره الاستاذه منصوره عز الدين، هنشوف مع بعض تقرير عن اهم واشهر الكاتبات المصريات. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. كتبت فأبدعت، إنها المرأة المصرية التي تمكنت أن يكون لها تأثيرها وسحرها الخاص في عالم الكتابة، واستطاعت بقلمها أن تعبر عن واقعها وقضايا المجتمع. وهناك العديد من الكاتبات المصريات التي أثرين الحياة الأدبية والثقافية، من أبرزهن عائشة عبد الرحمن المفكرة والكاتبة والأستاذة الجامعية. تعد من أوائل من اشتغلن بالصحافة في مصر، فكتبت لجريدة الأهرام مقالاتها وكانت تحت اسم مستعار هو بنت الشاطئ. نالت عائشة عبد الرحمن رسالة الدكتوراه عام 1950، وناقشها عميد الأدب العربي طه حسين، ولها العديد من المؤلفات في الدراسات الفقهية والإسلامية والأدبية والتاريخية. من أشهر الكاتبات المصريات أيضاً سهير القلماوي، وهي كاتبة وأديبة كان لها تاريخ طويل في النضال النسوي. من أهم مؤلفاتها أحاديث جدتي وأدب الخوارج. تعد كذلك أمينة سعيد من أهم الكاتبات المصريات، وهي من رائدات الحركة النسائية في مصر وأول امرأة تتولى رئاسة تحرير مجلة حواء. أثرت المكتبة العربية بعدة مؤلفات، منها مشاهدات في الهند ومن وحي العزلة. كذلك الكاتبة والروائية رضوى عاشور، وكانت كاتبة استثنائية نشأت منذ طفولتها بين أحضان الأدب والثقافة، ولها العديد من الروايات والمجموعات القصصية، وحازت رواياتها شهرة عالمية، وخاصة رواية ثلاثية غرناطة. وسيظل سجل الإبداع مفتوحاً، تنضم إليه على مر العصور كاتبات جدد يحفرن أسماءهن في سماء الأدب المصري والعربي.